الظهور المفاجئ والاختفاء المفاجئ للمطربات الليبيات دائما يعانون منه في الحالة أو في الساحة الفنية، وأغلبهم المنتجين بعد تظهر فنانة فترة بسيطة تختفي علينا. يعني هذا هو موضوع اليوم في الفنون يلي حنحكوا على الاعتزال المبكر للمطربات الليبيات. نحن نعرف عبير أن أغلب المطربات الليبيات يكون لهم أرشيف بسيط جدا بسبب اعتزالهم للأسف المبكر عن الساحة الفنية، واللي هو أثر سلبي حتى على المكتبة الموسيقية في ليبيا. أكيد عنا عديد من الأسماء من المطربات الليبيات اللي ما كملوش مسيرتهم الفنية وقرروا الاعتزال نظرا ممكن لظروف عامة المجتمع، العادات والتقاليد، العرف اللي ماشيين عليه، ممكن فرص النساء أقل من الشباب أو الرجال اللي عندهم فرص متاحة على الأغلب في كل شيء في ليبيا أكثر من حق النساء. عندنا يعني أصوات جميلة جدا طبعاً، كمثال سلمين زروق، تونس مفتاح وغيرهن الكثير من الفن الليبي. بالضبط، في الكثير من الأسماء الليبية اللي أثرت المكتبة الموسيقية فترة من الفترات. خلينا مشاهدينا نشوفوا تقرير حول الاعتزال المبكر للمطربات الليبيات ونرجع من جديد نكملوا حوارنا حول الموضوع. مجرد ما تضع بصمة جميلة وتبدأ في تكوين أرشيف غنائي لها عشان تزين المكتبة الموسيقية الليبية، فجأة تختفي. نتكلم عن الكثير من المطربات الليبيات اللي قرروا إنهاء ونسف مسيرتهم الفنية الغنية بالأعمال المميزة والجميلة بشكل نهائي مقارنة بعدد سنوات وجودهم في الساحة الفنية، إلا أن أعمال اللي تعد على الأصابع تارك أثر كبير في الجمهور الليبي. دوافع واجد تخلي الأصوات الليبية النسائية تكون شوية في الساحة، أو ظهورهن مفاجئ واختفائهن مفاجئ، مرت حتى تحت أسماء وهمية ولا خيار لها إلا الاعتزال. وشخصيات واجد شافت الأسباب لها علاقة بالشأن الاجتماعي من ناحية الأسرة، وفي من يشوف تنهي مسيرتها بسبب تكوين عائلة وبيت وتكتفي بالغناء إذا كان لها وقت لأطفالها، وفي من الخيارات يا أنا يا الغناء وأحلهما مر. بالرغم من القبول والمكانة اللي لقتها المرأة في خارطة الأغنية الليبية وتقبل الشارع الليبي للفنانة كل عام أكثر من عام وتدليل كل مصاعب قدامها، قعدت في عقبات واجد تواجه الفنانة والساحة الفنية، وهي اختطاف الفنانة من الأضواء وما يبقاش منها إلا بعض الأشرطة والأغنيات وبعض الصور إن وجدت في الإنترنت. أصوات نسائية شبابية ليبية للأسف غير موجودين الآن على الساحة الليبية، يعني أميرة عبير خولة وغيرهم من للأسف. الأصوات اللي مفروض كانوا موجودين الآن وغنوا الساحة الفنية أكثر، وحتى ممكن كانوا يحققوا نجاح عربي وحتى عالمي. أصوات بصراحة تقدر كل منا كل الاحترام والتقدير. يعني بالضبط، للأسف يعني كانت وجودها حيكون إضافة كبيرة جدا للمكتبة الليبية. لنحن طرحنا الموضوع هذا باش نحكوا أكثر تفصيلا، فنحن معنا الصحفي اللي هو متخصص الصحافة الفنية سيد سراج الدين المقصبي. أهلا بك سراج. أيوة السلام عليكم. وعليكم أهلا السلام، مرحبتين بك سراج. مبروك يا رب، نهارك سعيد. سراج، تو كنا نستعرضوا في تقرير عن مسيرة بعض الفنانات الليبيات يلي قدمن في مرحلة من مراحل الحساسة أو المراحل المهمة من أعمال رائعة جدا وحظن بألحان وكلمات جميلة، وكان العنوان الاعتزال المبكر للمطربات الليبيات. برأيك ليش الاعتزال المبكر لهن؟ والله يجاوبك
اللي تلقى اللي تزوج من المضربات تلقى جوزها او اهل جوزها يفرض عليها. يعني انت بتقول بان السبب الاول والرئيسي هو الزواج؟ هو الزواج، ما افرح الزواج. وفي حالات نادره جدا عدم وجود منتج او ما فيش قدره ماديه للمطربه باش تنتج. ولكن ليش ما نقولوش سراج بانه حتى الدوله ممكن تنظر للفنان انه هو مش مهم او ما يقدمش هو يعني اهميه كبيره للمجتمع نوعا ما؟ يعني بصراحه ما فيش دعم، يعني نحكي على ثقافه الشعب، ثقافه دوله كامله. نعم، بس لما الشعب يقتنع لما الشعب يقتنع بالفنان او بالفنانه يجد دعم من الشعب اولا، فيوصل الدعم من المسؤولين، فيجدوا المسؤولين يكلموا في الفنان ويحتووه فنيا وماديا بالضبط يطلبوه لقدام. لما يجد لكن لما يجد الشعب مش عاطي بالفنان قيمته الحقيقيه بالضبط طبيعي ما فيهوش حيدور فنان. يعني كويس، ولكن سراج يعني في المقابل من ناحيه الانتاج، انا نتحدث هنا في المقابل فيه انتاج، يعني لان نشوفه في اصوات عربيه لها ارشيف اكبر حتى من كثير من اصوات ليبيه، يعني على سبيل الذكر ذكرى محمد الله يرحمها غاده رجب. عندك يا محمد زمان ايام النظام السابق كان فيه شخصين او ثلاثة اشخاص هم اللي متكفلين هذه من ناحيه الفن والابداعات الفنيه الليبيه يعني او الموسيقى الليبيه، وهم عبد الله منصور وعلي التيماني. فكان هم اشخاص في الدوله الليبيه، حكام في الدوله الليبيه من ضمن الحكام، ولكن عندهم تقنيين مثلا برنامج الجلسه او برنامج النجع وهكذا، يعني او مناطق مختاره وهكذا من البرامج. يعني كويس تجد ان مثلا الفنانه العربيه عندها ممكن 25 البوم، 30 البوم، يعني صحيح محمد الله يرحمها عندها 30 البوم ليبي، عكس مثلا مريم مساكي عندها 5 أو 6 البومات بس مظبوط. فهنا يكون الدعم للعربي اكثر من المحلي. صحيح، وانا عشان قلت لك الفنان المجتمع الليبي يرى ان الفنان فنان عربي، ما يراش ان الفنان الليبي يراه يكون ممكن في فنان في اصوات حلوه او ممكن يقدم فنان ليبي عمل جيد او يطلع من امره شيء او يكون فنان على غيار فنانين عرب ما لحد واجدين. نعم. او اسف معلش على الاخبار. نعم واجدين ما لحد يعني الاصوات النسائيه. نعم، العربي يعني اكثر كاسم. نعم. كجمهور اكثر. نعم، يعني الأصوات النسائية الليبية زي ما شفنا بأن أعمالهم محصورة كانت جدا، يمكن عمل أو اثنين أو الأغلب كان وطني، حتى لو يعني كان الألبومات ما يكونش بشكل كبير جدا. بالضبط، يعني ما حتى تغير نظرة المجتمع يعني ونصبح يعني نعطي فرصة للنساء أكثر، خاصة لما يمتلكوا موهبة وصوت جميل وراقي، يعني مهنة في النهاية هي مهنة راقية يعني. أكيد الفن وليها رسالة. شيء راقي، شيء نبيل، شيء نبيل ترتقي بالأمم، ترتقي بالفن وبالثقافة وبالفنون عموما. كويس، لكن زي ما نقول لك برضه نرد نقول لك على الشيء المهم، إن ما فيش منتج ينتج لك أو يغامر بفلوسه من أجل يصدر ألبوم غنائي للمطرب أو مطربة ليبية. صح مزبوط سراج، نقطتك جدا مهمة. المنتجين مرات يخافوا إن هم يجاسفوا في أموالهم على صوت نسائي يظهر لهم سنة أو اثنين وبعدين يختفي ويخسروا مثلا الأموال بهذا الخصوص، يعني ما يستمرش. ولكن في سؤال هنا مهم جدا، هل يأثر غياب الأصوات النسائية في المكتبة الموسيقية الليبية أو قلة إنتاجها مثلا؟ يعني نحن نشوف إن أصوات الشباب أكثر طبعا بعشرات المرات من أصوات النساء، هل يأثر في المكتبة الموسيقية الليبية؟ يأثر طبعا، يأثر لما تجد في قدره، في قله وندره في الاصوات النسائيه. يأثر طبعا اكيد، ولكن مع ذلك المحاكي الاصوات الموجوده حاليا هم صوتين او ثلاثه بالكثير. يعني عندنا في بنغازي مثلا الفنانه هنيده علي، نعم، من الاصوات الجميله جدا في بنغازي ومن الاصوات اللي فعلا ما لقتش حد ياخذ يدها، رغم انها غنت في الجلسه مع عبد الله منصور، ولكن كان الاهتمام الاكثر والحفاوه اكثر بالعربيات في الجلسه، مع انه ما صوت جميل وصوت محترم يعني. ايضا نعم. عندنا صلاة صلاح الدين. نعم ايضا طبعاً. كانت في اسماء كثيره، في اصوات مهمه كانت مهمه جدا وجودها في 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 الساحه الليبيه. ثقيل يعني يقدر يقول القرار والجواب، يقول الرفض والبيات والنهوان، كان يقدر يخلي الملحن يفرد عنان في اختيار الالحان، يعني كان صوت قدير جدا. الان وين مبتعده كليا عن الساحه الغنائيه وتفرغت لبيتها وزوجها وكذا. انا اذكر زمان حتى كان في مطلع التسعينات كان في مطربه اسمها نجاة شعبان، تذكروها؟ زمان طلعت عندها اغنيه واحده يتيمه، لما غنت ونجحت الاغنيه والناس عرفوها والناس خبرت الفكره، كانت المعارضه الشديده من اهلها
اما مشاهد الاذاعه بترجم على الاذاعه شريط مثلا في الاغنيه ومنعوا عرضها من تاريخها يعني من صدورها. فكان برضه نقول لك ان المجتمع اذا الى الان لا يتقبل الفنانه بسهوله. صحيح. عكس العربيه، انا احكي عكس الفنانه العربيه لما تجيب مثلا لطيفه او تجيب ذكرى او تجيب اصاله. مضبوط، في اختلافات الثقافات احيانا في بعض الدول يكون لها دور كبير جدا في دعم الفنانه. شكرا لك سراج الدين المقصبي، صحفي كنت معنا من بنغازي. سراج حكى على مواضيع جدا مهمه ونقاط جدا حساسه لربما يحتاج الشخص انه هو يفتحها من جديد على اختفاء الفنانه بشكل كبير، ولكن معترفين بان المجتمع والعادات والتقاليد والعرف هذا موجود عندنا، ولكن الى متى يعني؟ لازم نعطي فرصة لكافة الشابات أو الفتيات أن هم ياخذوا فرصتهم في سواء كان في مجال الفن أو غير مجال تاني. كنا تعرضنا لضغوطات نحكي على الشابات يعني طبعا، أو رفض من أهالينا طبعا، ولكن ممكن الإصرار يلعب دور والعزيمة أنك توصل للنقطة المعينة. هذا هي ممكن أساسي. اجتماعيا العائلة أو الزوج هو اللي يكون رافض هذا بالزبط. الموضوع، ولكن كمجتمع شارع لا، بالعكس كل عام وعام يستقبل أو يرحب بالفنان، وبالعكس يعني ما كانش في أي كره لوجود الفنانة مثلا في الوسط الفني. مشاهدين احنا حضرنا بعض الأعمال لأغلب الفنانات المعتزلات، خلينا نشوف أبرز ما غنن. خلوا دائما أصوات الفرح، الابتسامة، الاجتهاد، المثابرة، الطموح، الأمل، كلها موجودة في حياتنا رغم كافة الظروف حتى ولو كانت سيئة. أكيد حنشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الصبح ومواضيع جديدة وموضوع مهم ويختص بالدلال المفرط للابن الذكر الوحيد والموجود في الأعلى. طبعا نحن نعرف أن هذا الظاهرة أصبحت منتشرة جدا، الدلال الزائد حنكون للابن الوحيد ويكون وحيد اسرته اكيد حنتفصلوا اكثر. ما كنتش ابن وحيد يا لا نحن ما شاء الله خمسه ما شاء الله، فاكيد حنحكوا عليه اكثر تفصيلا في حلقه بكره من الصباح. اكيد نشوفكم على خير وعلى صحه يا رب. شكرا لكم ونتمنى لكم اوقات سعيده. الى اللقاء. الى اللقاء.